والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء إمام المتقين قدوة الأنام نبينا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك مسلكه ومن هدى أمره ومن هدى أمره إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما لا يخفى علينا جميعا وعلى شريف علمكم أننا مع الشيخ أبي حنيفة تنمالا في شرح متن الآيات الربوبية. فالشيخ بعهد الله سبحانه وتعالى يواصل درسه. أسألكم هل أنتم مستعدون؟ قال الشيخ البعض مستعدون والبعض الآخر ما زالوا في كلامهم. هل لدينا نعم وغير المستعدين الأحسن أن يخرجوا، أما المستعدون فنبدأ معهم إن شاء الله الكريم. واضح؟ كنا في شرح الآيات الربوبية، والشيخ الذي يتولى بعد ذلك هو شيخنا الجليل أبو حنيفة تنمالا، الشيخ عبد اللطيف أبو حنيفة هو الذي يدرسنا هذا العلم الجليل. فأقدم إليه مكبر الصوت ليواصل درسه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المعلوم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى كل حسنة أسلكه واستنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد قطعنا مسافة قصيرة، بل قد بدأنا السير اليسير قبل الإفطار، وإن شاء الله تعالى نواصل هذا الدرس بسم الله الرحمن الرحيم كما بدأ المصنف. بعد بسم الله الرحمن الرحيم نجد قال المصنف. من هو المصنف؟ المصنف هو محمد بن داوود الصدهاجي الفاصل. كل ما تريد أن تعرف عن سيرة المصنف فقد ذكر في هذا التعريف اليسير، هو محمد بن داوود الصدهاجي الفاصل، لكنه عرف بابن آدوه، عرف بابن آدوه، وجده قبله عرف بابن آدوه، ولكن الله سبحانه وتعالى
جعل الصيت فوق صيت جده. انتشر اسمه واشتهر وقدر الله سبحانه وتعالى له القبول بهذا الكتاب. ولد عام 672 وتوفي عام 723. غفر الله له ورحمه. بدأ مصنفا بعد بسم الله الرحمن الرحيم وقال المصنف بأنواع الكلام. وعادة النحاة أو عادة النحويين عادة يبدأون مصنفهم بالكلمة لكنه بدع مصنفه هذا بأنواع الكلام، وبدلا من أن يذكر أنواع الكلام بدأ بتعريف الكلام فقال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام اللفظ هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. معنى هذا الكلام لا بد أن يتوفر فيه هذه الثلاثة. الكلام العربي والكلام غير العربي لا بد أن يتوفر فيه هذه الثلاثة، وإذا أخل واحد من هذه الثلاثة فلا يعد كلاما. الأول أن يكون الكلام لفظا، لا بد أن يكون الكلام ماذا؟ لفظا. وإذا كان الكلام لفظا لا بد أن يكون ماذا؟ مركبا. لا بد أن يكون لفظا مركبا، لأنه قد يكون لفظا مفردا. إذا كان التركيب لا أقول الكلام، إذا كان التعريف اللفظ المفرد هذا لا يعد كلاما، إنما يعد كلمة، لأن الكلمة هي اللفظ المفرد أدال على معنى. ولكن الكلام لا بد أن يتركب من اللفظين أو الألفاظ الثلاثة. لا بد الكلام أن يتركب من اللفظين أو يتركب من الألفاظ الثلاثة. والألفاظ ثلاثة يذكرها بعد هذا التعريف. إذا كان الكلام لفظا مركبا من كلمتين أو ثلاث كلمات،
لا بد أن يأتي الكلام مفيدا، لا بد أن يأتي الكلام، لا بد أن يأتي الكلام مفيدا، لا بد أن يوضع الكلام مفيدا. إذن هذه ثلاثة، لا بد أن تتوفر في الكلام قبل أن يكون الكلام كلاما. الآن أقول إذا جاء، أحمد، هذا كلام، ليس الكلام، لكن مركب، من ثلاث كلمات. ما اعتبرتموه كلاما فماذا نسميه؟ نعم، كلام، لكن ما أفاد إفادة تامة، يحصل السقوط عليه. لكن إذا قلت دخل الأستاذ، الكلام هذا مركب من كلمتين لكنه أفاد إفادة تامة، حسن السكوت عليه، هذا هو الكلام. هذه الثلاثة، اللفظ لا بد أن يكون لفظا. الإنسان قد يحرك رأسه، عند النحويين لا يعد ماذا؟ لا يعد كلاما. أو شير، إذا أشار الإشارة ليست لفظا، لا بد أن تبدأ فاك وتقول شيئا. أما أن تحرك رأسك أو تشير بيدك إلى واحد، عند النحويين هذا لا يعد ماذا؟ لا يعد كلاما. ثم نسأل، هل كان اللفظ مركبا أو مفردا؟ نقول الكلمة قبل أن نقول الكلمة أو نقول الكلام. نسأل، اللفظ جاء مركبا أو جاء مفردا؟ جاء مركبا، الحمد لله، هذا كلام. مفيدا معناه إذا سمع أفادنا إفادة تامة، لسنا بحاجة إلى كلام آخر بعد أن سمعناه. تعريف الكلام واضح؟ نعم، إذا أخل واحد من هذه الثلاثة فلا يعد ماذا؟ لا يعد كلاما. وقال وأقسامه ثلاثة، أقسام لكلمة أو أقسام لكلام ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء بمعنى، اسم وحرف وفعل وحرف جاء بمعنى. وذكر الكلمات، هذه هي الكلمات الثلاث، ومن هذه الكلمات يتركب منها الكلام، وماذا وحرف جاء بمعنى؟ الحرف حرفان، الحروف قسمان،
حروف للمعاني وحروف ماذا؟ المبادئ. ولكن الذي يتناوله درسنا هو حرف المعاني، حروف المعاني لا حروف المباني. حروف المباني ألف باء تاء ظ. من هذه الحروف تتركب ماذا؟ حروف المعاني. واضح؟ نعم. ثم قال بدلا من ان ياتي بتعريف الاسم كما فعل في الكلام ما ذكر تعريف الاسم، انما ذكر علامات الاسم وقال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، ثم ذكر حروف الخفض. والخفض تعبير كوفي، تعبير أهل الكوفة، لكن تعبير بصري يقولون ماذا؟ الجر. هذا سبب من الأسباب التي جعل بعض العلماء ينسبون المصنف إلى مذهب أهل الكوفة. فالحقيقة أن المصنف جمع بين مذهب أهل الكوفة ومذهب أهل البصرة. الاسم إذا أنت تريد أن تعرف هذا اسم وهذا فعل وهذا لكل من هذه الأقسام علامات إلا الحرف. الخفض الجر، إذا رأيت كلمة مكسورة وسئلت أي نوع من أنواع الكلمة هذا ماذا تقول؟ على زيد، الآن كنت على زيد وسلمت على زيد. إذا سألتك من هذه الجملة أشر إلى الاسم، ما الاسم؟ نعم زيد. إذا سئلت أو إذا سألتك أي علامة رأيت في؟ نعم الجر، الخبر الجر. بمعنى كلما ترى كلمة مكسورة الجر في الكلمة دليل على اسميته، دليل على اسميتها، صار دليل على اسميتها. وكذلك التنوين، التنوين نون ساكنة تلحق أواخر الكلمة لفظا لا خطا، هذا تعريف التنوين. المهم ترى فتحتان فتحتان كسرتان ضمتان، تعرف ضمتان كسرتان او فتحتان، ضمتان فتحتان كسرتان. اذا رايت على كلمه او في كلمه ضمتين او فتحتين او كسرتين فاعلم ان
العلم ماذا؟ اسم. ومن علامات الاسم، ومن العلامات التي يعرف بها الاسم هو دخول الالف واللام، دخول الالف واللام. اذا رايت كلمه مبدوعه بالف واللام فاعلم ان الكلمه اسم. ثم ذكر حروف الجمع، عند البصريين يقولون حروف الجمع، وعند الكوفيين يقولون حروف الخفض. هذه الحروف فقط تحفظها حفظا دقيقا، واذا رايت واحدا من هذه الحروف، إذا رأيت حرفا من هذه الحروف فاعلم أن الاسم بعده يحفظ، فاعلم أن الاسم بعده ماذا؟ الاسم يأتي بعده، وإذا جاء الاسم بعده ماذا؟ يحفظ. تقول مثلا مين؟ مين؟ عبد الله. من عبد الله؟ من عبد الله؟ من عبد أو من عبد أو من عبد؟ لا وإلا يا عبد الله الذي جلس جنبك. أها، إذا رأينا من ماذا نرى بعد؟ تعال ماذا نرى بعد مين؟ الكسر. ماذا نرى أولا إذا رأينا مين؟ ماذا يأتي بعد مين؟ الاسم. فإذا رأينا الاسم ماذا يقبل؟ يقبل الجمع، ونقول من عبد الله أو من عبد الله أو من عبد الله. من عبد الله. هذا ماذا أوتيك؟ أوتيك هذا ينفعك في المستقبل. هذا الكتاب كتاب قيم جدا، كتاب قيم مفيد في بابه في حكم الموت للإمام الشوكاني. وهذا إذا كما ترى مين ويأتي بعده الاسم ويقبل الجمع الكسرة. بقية الحروف هكذا، إلى، عن، على، في، ربع على خلاف عندهم، والواء والكاف واللام وحروف القسم كذلك، حروف القسم ثلاثة، و تاء وماذا؟ باء الباء. بمعنى كل هذه الحروف حروف الجمع، كل هذه الحروف حروف الجمع. طالب علم النحو دائما اقول لابد ان يكون يقرا، لابد ان يكون يقرا، والا يدرس النحو ويفهم النحو، ولكنه عند التطبيق يخطئ. الآن إذا رأيت حرفا واحدا من هذه الحروف فاعلم أن الاسم يأتي بعده، والاسم الذي يأتي بعده لا يقبل ماذا؟ لا يقبل الرفع ولا يقبل النصب، إنما يقبل ماذا؟
عن الجنب عن الجنب يقبل عن الجنب يقبل الكسر ثم ذكر علامة الفعل ذكر علامات الفعل وقال والفعل يعرف بالقلب كما يعرف الاسم بعلامات ذكرها الآن يعرف الفعل ويذكر لنا علامات يعرف بها الفعل كذلك إذا رأيت القلب لازم يأتي بعده الفعل لازم يأتي بعده الفعل نقول قد أفلح المؤمن قد أفلح المؤمن وكذلك إذا رأيت السين في بداية الكلمة إذا رأيت السين في بداية الكلمة ولم تكن السين جزءا من الكلمة فإنها علامة من علامات الفعل مثل ماذا؟ كلا سيعلمون كلا سيعلمون سيعلمون أين الفعل؟ نعم سين الفعل سين أين الفعل في سيعلمون يعلمون وكيف سين كيف عرفنا أن يعلمون فعل كيف عرفنا أن يعلمون في سيعلمون فعل نعم لا قل فعل قلنا سين علامة من علامات الفعل إذا وجدت سين في بداية الكلمة فإن ذلك دليل على أن الكلمة بعد سين فعل وأعطينا بمثال سيعلمون أين الفعل في سيعلمون يعلمون كيف عرفت أن يعلمون فعل نعم نعم فعل مضارع كيف عرفت أن الفعل فعل مضارع تستطيع أن تذكرني علامتان من علامات الفعل؟ اذكر اذكر علامتين من علامات الفعل نعم علامتين فقط اذكر علامتين من علامات الفعل ذكرت من قطعها الآن إذا قلت قد أفلح المؤمنون وسألتك أين الفعل في قد أفلح المؤمنون ماذا تقول؟ نعم الفعل في قد أفلح المؤمنون أين الفعل في قد أفلح المؤمنون؟ المؤمنون هو الفعل نعم ارفع صوتك يا بنيك ارفع صوتك يعلمون هو الفعل كيف عرفت ان يعلمون فعل في سيعلمون
إذا رأيت السين لازم يأتي بعد السين وذا الباء. هو قال يأتي بعد السين. الفيل يأتي بعد السين والسين هي علامة من علامات الفيل. حاول بارك الله فيك. صوت جاهزة. تعال وتأكل ما بارك الله فيك. الدرس السهل الشديد يا ولد يا ولد افهمني جيدا. أقسام الكلمة لأذا قلت أنا أخاطب المبتدئ. أنا أخاطب المبتدئ. أنا أدرس المبتدئ. بيان هذا موجه إلى المبتدئ. لا بد أن تفهم. لا بد أن تفهم. ومبنى اللغة العربية على معرفة هذا الأساس. وإلا إذا ما عرفت حقيقة الاسم، حقيقة الفعل، حقيقة الأمر، فلن تفهم اللغة العربية. لا بد أن تعرف هذا اسم، هذا فعل، هذا حرف، وإلا فلا تفهم. أقسام الكلام ثلاثة: الاسم، الفعل، الحرف. لا بد أن نعرف هذا اسم، هذا حرف، هذا فعل. وكيف نعرف إذا رأينا كلمة كيف نعرف أنها اسم؟ أو كيف نعرف أنها فعل؟ كيف نعرف أنها حرف؟ فقد قلنا إن الحرف لا يقبل علامة، لكن الاسم يقبل علامة، وهذه العلامات لا بد أن تعرفها. وإذا رأيت علامة من هذه العلامات تعرف أن هذه الكلمة اسم، أو تعرف أن هذه الكلمة فعل. فقل يقظة، فقل يقظة. الآن ذكر لك العلامات، احفظ العلامات. وإذا رأيت علامة من هذه العلامات فاعلم أن الذي اللام بعده يكون ما بعد هذه العلامة. العلامة من العلامة إلى العلامة على العلامة في العلامة عن. لكن إذا رأيت هذه العلامات المذكورة فاعلم أن الذي يأتي بعده اسم. الآن إذا قلت جاء بمبتدئ، لا أقول بمبتدئ. الآن إذا قلت جاء من مكتب المدير إلى الفصل، فقد قال حروف الجر والجر كسرة. الآن أقول خرج من مكتب المدير إلى الفصل. إذا سمعت هذا تستغرب أو لا تستغرب؟ نعم؟
لماذا تستمر؟ نعم لأنني ضربت رأس سيبوي. إذا ماذا أقول؟ خرج مين؟ ماذا يأتي بعد مين؟ ماذا يأتي بعد مين؟ أنت نعم أنت. مين بعد مين؟ ماذا يأتي؟ اسم فيل أو حرف اسم وماذا يقبل الاسم الذي يأتي بعد مين؟ نعم مما كتابي كنت مما كتاب يهودي والحرف حرف الجر من حروف الجر والجر كسر بمعنى إذا رأيت مين وجاء بعد مين اسم ذلك الاسم يقبل الجر وإذا كنت يقبل الجر بمعنى يقبل ماذا؟ يقبل الكسر في ما كتاب المدير صحيح؟ بما كتاب المدير صحيح مين شبيه بني أفهم شبيه الصغار الموجودون هنا اسمعني جيدا أريدك أن ترجع والدرس أنه سهل شديد لهذا قلت لا بد أن تكون يقظا لا بد أن تكون يقظا قلوم أبس متى سوى قلوم وقيل مبارو أبس متى أنا قبر أنت ما قلي سني ألا كذي تما قلي فيني ألا كذا تما قلي حرف حرف في أيام يوم بنتي ومو وقيل يا كتاب نوبي حرف في nítorí pé òun náà wà nínú ìtàfimọ̀ àwọn méjèèjì tó fò wọ́n ní pé àmìtàfimọ̀ yí pé yíṣì bí léde ọwá ta mí ó wà nínú rẹ̀ ìtumọ̀ rẹ̀ òun ní pé àwọn àmì yìí o àwọn àmì kẹsẹ̀ ọ̀yìn òun kọ́ ní ó gba kẹsẹ̀ ọ̀hún òun ní ó gba òun kọ́ ní pàpá òun kọ́nù bàtẹ́ sọ́rọ̀ ọ̀wọ́ òun náà máa rí tá a bá ti ní ìtumọ̀ ẹ̀ nígbẹ́ àgbọ̀dọ̀ wọ́n ní gíṣì mi lẹ́yìn rẹ̀ gíṣì mi tá a bá rí lẹ́yìn rẹ̀ wọ́n kọ́ tá à ń pe háàbí yẹn ó máa ṣiṣẹ́ lára gíṣì mi yẹn kí ni ó kọ́ tá à ń pe àwọn háàbí yẹn òun fún ìjẹun àwọn háàbí tí ó fún gíṣì mi tó wá lẹ́yìn rẹ̀ ní kí sẹ́sọ̀ nítòkàn ní bùkátà sísì òun ní pé ọmọ àwọn háàbí látẹ̀lé mi ìlà án àlá fi rúbà àlìbáàmù àlìkáàfù àti òun fi lùkásà tó bá ti mọ̀ ọ́ bẹ̀rẹ̀ ìtumọ̀ ẹni pé gbogbo ọdún tó bá ti rí ìsinmi ni ó wà ní ẹ̀yìn rẹ̀ ìsinmi yẹn sì ní gbogbo ọ̀fun níkiri kẹsàn án mo wá bá pẹ̀lú mi wá gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ tó ń kọ inú nínú àrùn mo wá sọ pé ní kí ni mí hápù ìjàrà mi mo wá ní mọ́ọ̀kì dáàbò ìlùmùdí náà abúlé kí ló ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀.
إيجابو شلل نعم موني بي ما كتاب ولي مدي ولي مدي ولي موسى أبي كيسوي بقى ولي مدي نعم كيو شلل إيجابو شلل نعم تجلسوا دادا ما كتابي علي مدير متواصل بك إلا الفاصل إلا الفاصل إتو كم ونكو موابي توباتي موابي توباتي قدموا لي كنين موه تويني قدموا لي كنين موه وبمين إتو مهيتي تو قدموا وعلى ملايكي إسمي إسمي توبات قدموا لي تو قدموا لي nito gbọdọ wọ gbogbo ẹ kini kaso nitori pe mini ami kan ni to ma mu kini isi mi ni kaso nuwasu naam nuwasu tajbidu kadhalika yu'rab bi alamatihi dhakara al musalli wa qala qa'id wa sin wa sawt wa ta'u وداع التأليم أساكر في معظم أحايين الناس يظنون تاء التأليم الساكنة ضميرا يظنون أن تاء التأليم الساكنة ضميرا فليست بضميرا إذا رأيت تاء ساكنة تاء ساكنة بمعنى تقبل السكون تاء عليها ماذا سكون أنت تعرف سكون نعم تعرف سكون الآن إذا قلت تألمت في هذه البقعة المباركة في هذه البقعة المباركة أين الفيل؟ الفيل تعلمت في هذه البقعة المباركة. نعم؟ تعلمت. كيف عرفت أن تعلمت فيل؟ تاء التأنيث في آخر الكلمة، في آخر الفيل تعلمت. تعلمت. إذن لابد أن تعرف هذه العلامات. لا بد أن تعرف هذه العلامات. وقال والهرب ما لا يسلوها دليل الاسم ولا دليل هذا الفعل. لا يقبل علامة من علامات الاسم ولا يقبل علامة من علامات. بل هو نفسه علامة. علامة يعرف بها الاسم والفعل وذا نعم تبرع هذا علامات ماذا باب الاعراب في بدايه درسنا الاحسن أن نأتي بتعريف النحو أليس كذلك؟ نعم؟ ما أتيت بتعريف النحو عبدا ما أتيت بتعريفه عبدا لأنني أردت أننا سوف نأتي إلى تعريف ماذا؟ النحو في باب الإعراب تعريف الإعراب هنا تعريف الإعراب هنا تعريف ماذا؟ النحوي إذن لا فرق بين النحو والإعراب لا فرق بين النحوي
والإعراب اصطلاحا. عند أنه قد علم الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تغييرا. أنتم معي؟ نعم. تغيير عند أبو البركات، لا أبو البركات المعاصر، أبو البركات القديم في نحوي ضروري المشهور بأبو البركات عن الإمام الأنباري عبد الرحمن بن محمد بن ربيع الأنصاري، هو الأنباري أبو البركات. تعريفه للنحو قريب جدا الى هذا التعريف. عندما عرف النحو قال النحو اختلاف اوامر بكلمه باختلاف الاوامر لفظا او تقديرا. اذا الفرق هو استعمل اختلاف حول انزال المسلم زاد تغيير، واستعمل اختلاف وابن ادم استعمل ماذا؟ تغيير. تغيير واختلاف، اختلاف اواخر الكلمه. مثلا اقول الطالب، ما الحرف الأخير للطالب؟ نعم؟ الباء. لما قلت الطالب، الآن أقول دخل الطالب. دخل الطالب. والمدروس هنا هو الطالب. ماذا بآخره؟ الغفر. نعم؟ الغفر. بعد قليل قلت ضربت الطالب، تغير آخره أو ما تغير؟ نعم؟ من؟ نعم؟ من؟ من رفع إلى نصب. وبعد قليل قلت سلمت على الطالب، تغير أو ما تغير؟ تغير. لكن تغيره لعامل دخل عليه هو يتغير. الطالب تغير من رفع إلى نصب وإلى جر. إذا ما دخل عليه عامل لما تغير من الطالب. واضح؟ إذا ما العامل الذي غيره من رفع إلى نصب في ضربت الطالب؟ الفيل والفيل. إيه؟ الفيل، فيل ضرب. نعم، فيل ضرب، غير هو العامل في الطالب. لما دخل عليه غير رفعه إلى النصب. وكذلك سلمت على الطالب، ما العامل في على الطالب؟ نعم، على. على ما على حرف الجر، فلا تنسوا كن يقرأ. كلما دخل عليه عامل تغير ماذا؟ آخره. كلما دخل عليه عامل تغير آخره، لكن يتغير آخره باختلاف العامل الداخل
عليه. إذا دخل عامل رفع إذا دخل عليه عامل نصب غير الرفع إلى النصب، وإذا دخل عليه عامل جر غير النصب إلى الجر. ففي الأخير قال لفظا أو تقديرا، فماذا لفظا؟ ترى علامة حركة تنطق به تنطق بها قلت الطالب وقلت الطالب وقلت ماذا؟ الطالب ظهر على آخره الحركات الحركات ضمة حركة فتحة حركة كسرة أو تقديرا في كلمات أسماء لا تظهر هذه الحركات هذه العلامات لا يتأثر فيه أو لا يتأثر فيها مثل ماذا؟ الآن أقول العصر إذا سألتك أعرف الطالب دخل الطالب تقول دخل في الماضي المبني على الفتح لا محل له من الإعراب. اجعل هذا الإعراب في يد قلب دون أو يسرى اجعل هذا الإعراب في يد قلب اليسرى سوف أعسى نهدار إليه أقريب ونقول الطالب فاعل مرفوع بالضمة فاعل مرفوع بالضمة وكذلك طلبت الطالب نقول ضرب فعل مبني على السكون للاتصال به ضمير ضمير تو أقوال أقوال مختلفة نعم نعم فضلت ضمير متصل مبني على قبل في محل رفع الفاعل بارك الله فيك ثم ناتي الى الطالب ونقول قد وجدنا الفعل والفاعل بقي ماذا المفعول به نقول مفعول به منصوب بالفتح وكذلك سلمت على الطالب انتم تعرفون الاعراب لكن اذا قلت جاء موسى دخل موسى ضربت موسى وسلمت على موسى هل ظهرت الحركة التي وجدناها في الطالب في موسى نعم إذا كيف نعرف هذا نقول دخل في الماضي المبني على الفتح لا محل له من الإعراب موسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره واحد نعم نعم هذا شيء كبير لا أريد أن أجيب هذا لا أريد أن أجيب شيء نعم فاعل موسى دخل موسى قد أعرفته دخل له الآن بقي يا موسى موسى أها ويا أعلم
علامة أصلية والواو والألف والنون علامات فرعية
نعم. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. في أربعة، بمعنى أنك إذا رأيت كلامك، إذا رأيت كلامك إنما تجد الرفع في الكلام في هذه الحالات الأربع، في هذه الحالات الأربع. نعم. في الاسم المفرد وجمع التكسير، وجمع التكسير في الاسم المفرد. الاسم المفرد كطالب، كطالب زيد، الطالب تجد طالب. إذا جاء بعد الطالب، إذا جاء قبل الطالب الفعل، إذا الطالب يكون ماذا؟ يكون في محل، في محل رفع فاعل مفعول. وكذلك جمع التكسير، جمع التكسير كذلك مثل طلاب، تقول دخل طلاب، استراح طلاب، تعلم الطلاب الفقه، تعلم الطلاب او تعلم الطلبة النحو. وكذلك جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم يقبل ماذا؟ الرفع، يقبل الرفع. تقول صلت المؤمنات، مؤمنات صلت المؤمنات. نعم. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء مثل ماذا؟ نون التوكيد أو نون النسوة، لم يتصل بآخره شيء مثل نون التوكيد ثم خفيفة أو ثقيلة أو نون النسوة. وأما الواو، هذه هي الحالات الأربع التي تجد فيها ماذا؟ هذه العلامة الرفع. وأما الواو وتكون علامة للرفع في موضعين، في موضعين. الآن نيابة عن الضمة، عن الضمة نيابة عن الضمة في جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم هو كيف نأتي باسمه المفرد؟ نقول الطالب، المسلم هكذا، المؤمن، العابد. نقول زيادة الواو والنون، جعلناه سجلناه تبع مذكر سالم، سالما سجلناه تبع مذكر سالما لوجود ماذا؟ بزيادة الواو والنون، مع بقاء الواو والنون دليل على رفعية الاسم. وهذا نعم، نقول دخل المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. المؤمنون هنا جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم رفع بالواو. وفي الأسماء الخمسة، وفي الأسماء الخمسة أي أبوك وأخوك وحموك وأخوك وأبو مالك، هذه المذكورة أسماء الخمسة، فحفظوها حفظا دقيقا. بقاء الواو في أبيك وفي أخيك وفي حميك وفي فيك وفي ذي مال دليل على رفعية هذه الأسماء الخمسة. وأما الألف، وأما الألف تكون علامة للرفع، تأتي نيابة عن الرفع، عن الضمة.
في تسمية الأسماء خاصة. المسلم المسلمان، الطالب الطالبان، وما إلى ذلك. وأما الجود فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع، تكون علامة في الفعل المضارع إذا حصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. كيف يتصل به ضمير تثنية؟ كيف؟ نعم؟ كيف؟ النور النور تكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية. كيف يتصل به ضمير التثنية؟ نعم، الأفعال الخمسة. نعم، أو ضمير الجمع ما ضمير التثنية في الأفعال الخمسة؟ ما ضمير التثنية في الأفعال الخمسة؟ نعم، ما قلت على العراق ضمير التثنية في في فعل ها مثال نعم يتعلمان يجلس ربع شبابا ضمير جمع في الأفعال الخمسة كذلك ما ضمير ما ضمير جمع في الأفعال الخمسة الواو أو ضمير المؤنث المخاطب ما عليا عليا فما هذا بقاء النور بالأفعال الخمسة بقاء النور بالأفعال الخمسة دليل على رفعية الفعل المضارع الفعل يفعلان وتفعلين. وهذا تقالي بس في خمس علامات. الآن فرقنا من علامات الرفع الآن إلى علامات النصب. وللنصب خمس علامات. علامات الفتحة، العلف، الكسرة، الياء، الهمزة والنون. تجد علامة الفتحة في أولا في الاسم المفرد إذا كان في محل عين ماذا؟ مفعول به وماذا؟ خبره كان وماذا؟ اسمه إلا وماذا؟ بارك الله فيك. نعم، والألف علامة للنصب في ماذا؟ في الأسماء الخمسة. نحو تقول إن أباك رأيت أباك ضربت أباك لأنه معاند شديد و يستحب الضرب فضربت من العراق نعم من العراق نقول ضربت أباك أما ضربت أباك أين وجدت أباك حتى ضربت في المنام أين وجدته؟ في المنام في المنام؟ نعم في الأسماء الخمسة تكون الألف علامة للنصب في الأفعال في الأسماء الخمسة في الأسماء الخمسة وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم لأن جمع المؤنث السالم
أقبل من فتنة. أدو تعالى ضبط وفهم وفهم التأثير. جمع المؤنث سالم. يا ولد عبد الله متى لا يقبل جمع المؤنث سالم؟ نعم جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم ماذا من هذه الحركات أغفر النصب على الجمع لا يقبل علامة من هذه العلامات. ما هي؟ أنت ما هي؟ ليس فيه لا يقبل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والعابدين والعابدات والصائمين والصائمات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. تي ما دخول منا العامل للنصب عليه لكن جمع المذكر سالم قبل النصب الياء نيابه عن النصب وجمع المذكر سالم قال لا لا اقبل بدلا من ان تعطوني المعنى السالم قال بدلا من ان تعطوني النصب اعطوني ماذا؟ الجمع. واضح؟ الان واضح؟ يا عبد الله جمع المذكر جمع المؤنث السالم جمع قال ابي قل بعد ما قل بعد المذكر السالم جمع المذكر المؤنث السالم جمع المؤنث السالم لا وين المؤنث لا لماذا لا يقبل ماذا؟ النصب بدلا من ان يقبل النصب يقبل ماذا؟ الجمع ان المسلمات الجمع الاسم لا يقبل جزما يا عبد الله نعم جمع الاسلام يقبل النصب ماذا؟ يقبل النصب اين؟ لكن لا يقبل الفتحه نصب ما الفرق بين النصب والفتحه؟ يقول لي على النسب الفرق بين النسب والفتحة أنا ما فرقت أنا ما تذكرت أنا ما تذكرت من مدى فعل الآن مثل الآيات التي تتبيع إن المؤمنين والمؤمنات المؤمنات يقول لهم النسب بعد قبل النصب لكن بعد قبل النصب قبل النصب عيلا لم يقبل الفتحة هذا الذي أريد أن أناقشه لكن أؤخره للتعليق يقبل النصب ولكن لا يقبل الفتحة وإنما يقبل الكسر نيابة عن الفتحة والكسرة تنوب عن الفتحة عند مؤنث السالم نعم والكسرة من علامات النصب الكسرة من علامات النصب نيابة عن الفتحة كما تكون الفتحة من علامات الجر نيابة عن الكسر النصب فتحة النصب من علامات النصب الفتحة من علامات النصب علامات النصب كثيرة ومنها الفتحة واضح والفتحة نعم وجمع المؤنث السالم لا يقبل الفتحة نصبا وإنما يقبل الكسر نيابة عن معلش فواصل واصل هذه الفكرة فهمتم؟ فهمتم؟ هناك فرق بين المشي
معلش بماذا في بداية الدرس معلش ما أقول لك معلش يا شيخ شيخ في بداية الدرس أنا قلت ما جعلت درسي إنما جعلت درسي للمحبة ولا بد أن أسلك مسلكا يبهر بسرعة الطالب المتدين لو أريد أن أخوض في تفاصيل لما وصلنا هذا المكان إلا لا تقطعوا الآن نرجو أهملتكم تركتكم والآن أخاطبكم لا بد أن أسلك وأن أتخذ أسلوبا يفهمون القضية جيدا وإلا فلا واضح نعم نوعا ما أنا كذلك عرفت الاختلافات النحوية لكن عند التدريس دائما أفلغ منه إلا إذا كان الطالب بحاجة إليه مبلغي وأما الياء تكون علامة للنصب في التثنيات والجر في التثنية تقول إن المسلمين إن الطالبين وبالجمع تقول مذكر سالم تقول ضربت المؤمنين نعم وأما أهل النون تكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبوت النون أو بثبات النون الآن إذا هدفنا النون في الأفعال الخمسة هذا النون دليلنا على ماذا؟ دليلنا على علامة ماذا؟ النصب نقول ماذا المثال وجدت أن تتعلم هذا العلم الشريف دخل عليه عالم لهذا وعالم حرف من حروف جواز نواصب المضارع حرف من نواصب الجاسب المضارع نصب المضارع هنا بهذه ماذا؟ هذه في الأفعال الخمسة وهذا نعم الكسرة والياء والفتح الآن الكسرة والياء والفتح وللخفض ثلاث علامات فعرفنا من علامات النصب من علامات الرفع ومن علامات النصب الآن إلى علامات الجر قال فعمل كسرة فتكون علامة للخفض ثلاث مواضع في الاسم المفرد المنصرف المصرف هنا قيد لأن هناك اسما مفردا غير منصرف لا ينصرف ومعنى منصرف بمعنى إذا كان منصرفا بمعنى قبل التنوين قبل ماذا؟
التجويد. إذا كان غير إذا كان الاسم المفرد غير مصرف بمعنى لم يقبل ماذا؟ التنوين. واضح؟ نعم. مثل ماذا؟ تقول زين وتقول إبراهيم. إبراهيم لا يقبل ماذا؟ التنوين أبدا. 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 الآن قال الاسم المفرد المصرف. المصرف هنا قيد هو يشعر أن هناك اسماً مفرداً آخر لا ينصرف، وكذلك جمع التقسيم للمنصرف، وهذا كذلك قيد. كما نجد اسماً مفرداً منصرفاً نجد كذلك جمع التقسيم. نعم. وهذا المثال. أنا تذكرت عندما يخاطبنا شيخنا قال طلابا ومشايخا. لماذا لم يقل ومشايخا كما قال طلابا ومشايخا؟ الأول أن يقول طلابا ومشايخا، لكن بدلا من هذا قال طلابا ومشايخا. لا ومشايخا، لأن طلابا جمع تفسير مو نعم، ومشايخ جمع تفسير وغيره منصرف. فهم هذا فهم دقيق. وفي جمع وفي جمع المؤنث السالم وفي جمع المؤنث السالم كله ماذا نسمي جمع؟ لأن ما قيد ما جعل هذا القيد في جمع المذكر المؤنث السالم. وعملية وعملية فتكون علامة للخفض في ثلاثة للخفض في ثلاثة في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. وعملية فتكون علامة للرفع في ثلاثة مواضع. لماذا مواضع؟ لا مواضع طيب. لأنه لا ينصرف. لا ينصرف. في الأسماء الخمسة نجد ماذا؟ عيا علامة في الأسماء الخمسة. نقول إلى أبيك. إذا أنت تكتب رسالة إلى أبيك الآن قلت إلى هذا كم مثال. إذا أنت تكتب رسالة إلى أبيك الآن قلت قد أتيت مثالا لهذا. وفي الجمع وبالتثنية كذلك تقول سلمت على الطالبين. سلمت على الطالبين. والجمع كذلك جمع المذكر الثاني. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا يصل. كفينا مثال في ثلاثة مواضع. في ثلاثة مواضع. والجزم علامتان الصدور. إذا أردت أن تعرف هذا جيدا، شوف أنا أحب هذا الكتاب حبا شديدا. فأحبه. أحبه حبا تما. أنا مستعملته لطالبي جاءني جاهلا علم النهوي وعاد الى اهله كما جاءني. هذا الكتاب يقضي حاجتك. يقضي ماذا؟
حاجتك. لا تنظر الى صغر حاجتك. ما انت بحاجتني الى ما انت بحاجتني اليه في علم النهر يقضيها لك الا اذا انت تريد ان تكون سيبوي. هذا شيء اخر. هذا شيء اخر. وللجزم علامتان. وللجزم علامتان. السكون والحرف. السكون والعارف. واما السكون فيكون علامة الجزم بالفعل بذات الصحيح الحافظ. اذا الصحيح والفعل الصحيح والفعل المعتاد. اذا كان الفعل المضارع فعلا صحيحا قبل ماذا؟ السكون في آخره نقول لم يدخل لم يدخل لم يدخل لم يحضر لم 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 يعرف لم يعرف. فأما السكون وأما الهدف وأما الهدف فيكون علامة للجزم بالفعل المضارع المعتل. وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبوت النون مثل مثل ماذا؟ لا 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 في الفعل المعتد الفعل المضارع إيه؟ آتي مثالا واحدا في الفعل المضارع المعتد معتد الآخر. أولا آتي مثالا للفعل المعتد الفعل المضارع المعتد الفعل المضارع المعتد يسعى يسعى. وإذا دخل عليه جازم ماذا؟ لم يسعى لم يسعى. وبهذا نكتفي إن شاء الله تعالى فقط. استعملت من قوتي يا إخوة يا إخوة يا إخوة في الدرس هذا عجلة في درسنا هذا عجلة والعجلة هذه ليست من الشيطان إنما هي من الوقت إنما هي عن ضيق الوقت والوقت السيف. ومرة ثانية أقول حاجتك يقضيها هذا الكتاب يقضيها هذا الكتاب. تتكلم بالعربية تتكلم بالعربية ولا أحد يقول لك حتى تلحن فاسكت لأن حاجتك مقضية. هذا رصده إلى شيخ مالك ماهري متقن عرف أيسر وأسهل أسلوب وطريق. أسأل الله سبحانه وتعالى عجزي ابن أجو أنا نسيت هذا من الخطأ الفاحش المنتشر. يقولون أجومية أجومية حتى الذين يدرسون في المدرسة. جزى الله الذين درسوا وجزى الله الذين صححوا نبايا التدريسنا وتلقيننا هذا الخطأ الفاحش. لا نقول أجرمية
أجو كلمة بربرية فارسية سلهاجية بمعنى الفقر الصوفي. الفقر ماذا؟ الصوفي. لقب تشريف. لقب تشريف لا حتى لا يخرج عليكم خارجي ويقول لماذا أنتم تدرسون كتابا لرجل صوفي. هذا اللقب عندهم لقب التشريف وهذا معنى. أسأل الله سبحانه وتعالى كان نحويا لغويا فكيها مقرئا. فبمثله كون أئمتنا القدامى كانوا حجة في كل فن إلا الفلسفة والمنطق وعلم الكلام وعلم الوجود والحساب ما كانوا أئمة فيها وما كانوا حجة فيها. لكن بقية علوم آلة والله كانوا حجة وأئمة فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أمواتهم وأن يحفظ أحياءهم وأن يجزيهم لهذه الأمة خير والجزاء وأن يستعملنا كما استعملهم في الخير لا في الشر. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كونوا جزاكم الله خيرا. نقول جميعا جزاكم الله خيرا. سلك بنا الشيخ مسلك المبتدئين. سلك بنا الشيخ مسلكا يسهل به تدريس المبتدئين. فأجاد وأفاد جزاه الله سبحانه وتعالى خيرا وأرباح الله سبحانه وتعالى تجارته وأعلى الله سبحانه وتعالى شأنه. فقد استفدنا من درسه بكثير وسيواصل إن شاء الله تعالى غدا. فالآن لا أريد أن أطيل الكلام. نأتي إلى ختام درسنا اليوم. نعم. في نصيحة الشيخ حسن صلاح الدين نصيحة موالية ستسمعونها إن شاء الله الكريم بعد قليل. فالمجال متروك لكم. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد. نصيحتي تتعلق بهذا الفن النحوي العربي. الناس يدرسون مادة النحو ولا يعرفون كيف تؤكل الكاف في هذه المادة. وهذه المادة على جانبين كأكثر المواد العلمية. هناك الجانب النظري وهناك الجانب التطبيقي.
وعلماؤنا كتبوا كتبا متعددة في الجانب التطبيقي، فتجدون في السوق النحو التطبيقي. معكم النحو نعم التطبيقي، هناك النحو النظري والنحو التطبيقي. قد يحسن الرجل من حيث الجانب النظري فيقول مثلا أكلت. معكم سئل عن أكلت يجيب أكلت، لأنه أجاد من الجانب النظري ولم يجد من الجانب التطبيقي. ولقد رأينا جماعة من الإخوة الذين أتقنوا النحو العربية رغم ذلك يقعون في أغلاط وفي أخطاء نحوية، لأنهم لا يشعرون أنهم يقعون في هذه الأغلاط. أحسن وأجاد في الجانب النظري، أما في الجانب التطبيقي فهم لا يدققون النظر فيه. والنحو هذا يصلح باللسان للكلم، والمرء تكرم إذا لم يلحن. فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. إذا رأيت واحدا يقول أنا عن حبيسي بقول ويقع في أخطاء نحوية فاحشة، هل تستمع إليه؟ هل تعيره سمعك؟ لا. إذا حاول أنت أن تحسن وأن تجير في الجانب النظري وفي الجانب التطبيقي قبل أن تتلفظ بكلمة. انظر إلى ما ستتلفظ به جيدا. ليس الأمر أنك تتكلم ولا تعي ما تقول، لا تعي ما تقول جيدا. ضربت زيد وعمرا وعمري هكذا هو يتكلم، لا ينظر في ماذا؟ فيما يأتي ويذهب. واضح؟ واضح؟ إذا ليس من الغريب أن تكلم الجدار وأنت تريد أن تتعلم الدعوة العربية ويكون خطابك من الجدار كيف حالك؟ وهو يجد وتقول أنت بخير. لماذا؟ لأنك تريد أن تقوي ملكتك اللغوية. وحاول أن تتخذ لنفسك صديقا شغوفا باللغة العربية أداء وتحولا. يكون الحوار بينهما باللغة العربية الفصيحة. في بلاد العرب تجد من هو عربي قوي لا يحسن هذه اللغة، يتكلم بلغة لا تفهمها. فإذا تكلمت عن بلغة عربية فصيحة يقول صدق رسول الله. صدق رسول الله. والعرب يقولون محمد صلى الله عليه وسلم أفصح بالنطق بماذا؟ بالضاد. وقال بعضهم هو أفصح بالنطق بالضاد وبغير الضاد. واضح؟ واضح؟ إذن تبعدون النظر في الجانب النظري وفي الجانب التطبيقي. قد تجد واحدا لا يعرف القواعد النحوية، رغم ذلك يتكلم باللغة العربية ولا يقع في الأخطاء، لأن العربية عنده سلفة. وتجد واحدا درس الأجنبية ودرس غيره من الكتب النحوية، فإذا دعوته إلى محاضرة وهو يتكلم باللغة العربية تكبر الله عليه أربعة. فكبر عليه أربعة. وربما تقول أتريد أن تقتل النحو بالسيف أو أتريد أن تذبحه ذبح شاذ. إذا حاول بارك الله فيك أن تحسن وتجيد في الجانب النظري وفي الجانب التطبيقي، وحاول
أن تبعد النظر فيما تخرج من فيك. ليس الأمر أنك تتكلم لأن الناس يتكلمون. أنت تكلم كما يتكلم الأسويون من البشر. وانظر جيدا إلى ما تنفذ به. واضح؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد أقمنا عليكم اليوم، ونسأل سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المحاولة وهذه المبادرة الطيبة في ميزان حسناتكم، وأن يعلمنا وإياكم العلم النافع، وأن يرزقنا وإياكم الرزق الطيب الحلال، وأن يحشرنا مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.